تعيش المجاهدة خير الملقبة بحرشة صاحبة 90 ربيعا ظروفا مزرية وأبسط الحقوق لا تحوز عليها بعدما قدمت للجزائر شبابها إبان الثورة التحريرية. ابنها الأكبر يروي لنا بعضا من حياتها الثورية وكيف رفضت الحصول على الوثائق. هي كانت تفوت في البراج، هي اللي كانت توقف في الكاتشوفو وتخرج للبراج وتفوت روحها جون دو فرونسي، وتما كان يفوتوا وشا كان يفوتوا. هذه كانت ان اجون بوليفالون، كانت تدير الابره، زيد كانت تخيط العلامات. قالت لي ما قالت لي ضرب بوك اللي كان الاخر ما دارش كواعد. قالت لي نزيد انا موراه ندير لك واحد، كي ندير لك واحد ما هذه ومن تما ما كانش اللي طلع عليها ولا كان حوس عليك كذب عليك. ما بغاش خدم كواعد، وكل شيء لله، كل شيء في سبيل الله، كل شيء في وجه الله. المجاهدة التي منحت كل ما تملك للجزائر طواها النسيان، فمتى نكتب تاريخ الثورة إن فقدنا هؤلاء؟